السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والسرور والعافية. اليوم جبنا لكم تجربة جميلة وحقيقية وعلى أرض الواقع، عشان لا أحد يقول والله جاب واحد يعرفه ولا واحد ما يعرفه، ولا جبنا قصة من الخيال. هذا أخونا الأخ، عرف نفسك أخوي. مصطفى محمد السندي. حياك الله يا أخي مصطفى. يا مصطفى بكل حقيقة وكل أمانة أنا أعرفك يا أخي الكريم، شفتك يعني قبل كذا، يمكن أول لقاء لك إن أنا ويا عن طريق الواتساب متواصل. أبغاك تمسك الشاشة كذا يا مصطفى وتعطيهم قصتك مع القهوة السوداء، تفضل. والله القصة بسيطة هي، بس إنه الموضوع كله رجيم. تأخذ القهوة السوداء قبل الصباح، قبل ما تفطر تأخذ لك كوب من القهوة السوداء، وبعد الفطور تأخذ لك كوب من هذه القهوة، وينزل وزنك على طول. يعني ما فيها لا رياضة ولا جري ولا هرولة. كم كان وزنك؟ كان وزني 112 112 108 101، المهم فوق المية. اي فوق المية. كلام سليم؟ خلال كم ما شاء الله تبارك الله نزل وزنك الحلو هذا؟ ست شهور. استخدمت القهوة السوداء. القهوة السوداء مع تخفيف من الأكل. أيوه. ومشي نص ساعة زي ما قلت لك. طيب آخر كلام قلت لي إنك أنت وقفت المشي، صحيح؟ وقفت المشي لحلي شهرين. بس على القهوة. بس على القهوة. وتستخدمها وتشرب. أيوه. والحمد لله أمورك طيبة. القهوة والموية مكثر منها. موية وقهوة. أيوه. والحمد لله أمورك زانت. مرة طيبة. كيف تحس وضعك أيام ما كنت تخين والآن؟ بالملابس باللبس. إيه. أروح أشتري ملابس ما تعطي المقاس. ما تعطي المقاس. أشياء جميلة الحين، كل شيء تغير معك. كل شيء عارف استايله. إيه. هو يستاهل. أول ما بس يقولوا التختوخ محبوب دائما. لا التختوخ مو محبوب. ما محبوب. يقول لك أبو كل شيء ويمشي. طيب أنت ناوي تستمر؟ إيه مستمر إن شاء الله. تستمر على القهوة. باقي لازم 10 كيلو بعدين ستوب. ما شاء الله تبارك الله، يعني تبغى توصل 66 كيلو. 66 66 كيلو 60 كيلو. يعني لين بعد رمضان حجي هنا وتصور معاكم إن شاء الله يكون. ما شاء الله تبارك الله. بإذن الله. قصة أخوي مصطفى مع القهوة قصة عجيبة جدا. جدا جدا صاروا أصدقاء الحمد لله. نزل الآن الوزن اللي هو يبغاه، والآن يقول أنا بنزل زي ما سمعته، بنزل إلى 66 كيلو. يقول في رمضان بإذن الله حيوصل إلى 66 كيلو. معايا وترقبوا معايا على اليوتيوب وعلى قناتي. وهذا واحد من تعال هذا واحد من زباين الديكسي. شوفوا ما شاء الله تبارك الله بالكيس حقه. عرفني باسمك. الياس. إيش اسمك الياس؟ أنا كم؟ ما تدرس. طيب تستخدم ايش تشرب من الديكسن؟ تشرب قهوه. اسبرولينا وقهوه. يا سلام. ايش كمان؟ كوكوزي. يا سلام بس. زي عيالي. وهذه هذا شيء جميل ان الواحد يحافظ على ابنائه من الصغر. زي ما اقول لكم انا دائما ابنائكم امانه في ارقابكم. الاسبرولينا طيبه زي ما قلت لكم. الجرام الواحد عبارة عن كيلو من الخضروات والفواكه. كذلك الكيكوز. الكوكوز فيه اللي هو الفطر الريش البكر اللي ينمي العقل ما شاء الله والصحة. قدامك العافية يا حبيبي. قلت لك اسمك؟ الياس. استمر يا الياس على المنتجات، ترى ممتازة عشان تصير بطل وعشان لا تروح المستشفى. طيب شكرا. مع السلامة. السلام. مع السلامة. هذه ما شاء الله تبارك الله نتائج. سقط علي الياس وجراء وسمعت بنفسكم. إذن عندنا منتجات حقيقية، القهوة السوداء، سوبرلينا. أنا أنصح العالم فيها والله. أنصح العالم كلها يشربوها. يعني يشربوها بمنطق يعني. بمنطق. إيه. يعني كثيرا الآن يبغى صراحة الآن خاصة الشهرين الأخيرة الآن قاموا يهتموا الناس بحكاية حرق الدهون وحكاية السعرات الحرارية في الجسم. أنا عندي في البيت حتى عيالي يشربون. يا سلام. والله عندي بنتي عمرها 3 سنوات تشرب. يا سلام يا سلام يا سلام. فالك التوفيق وإن شاء الله بإذن الله إلى الأفضل ولا الأحسن مع جميع منتجات شركة الديكسن. هو جرب منتج واحد ورقى فايدة، والآن حيجرب منتج ثاني. وريهم المنتج الثاني شو؟ اللي هو الصابونة. للبشرة الدهنية وللحساسية والحبوب الوجه إن شاء الله وتصفي الوجه. إحنا عندنا زي ما قلت لك منتجات حقيقية، جربها وتكلم عنها وبإذن الله الواحد الأحد إنك تنجح معنا مع شركة الديكسين. إلى لقاءات أخرى. أنا أشكرك يا مصطفى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.